في محطاتنا المتنوعة قام كاهن هندي بصب البنزين بصب البنزين على رأسه ومن ثم أدخل رأسه في حفرة تشتعل فيها النيران أمام حشد كبير من الناس دون أن يصاب بأي أذى. وقام عدد كبير من هواة التواصل الاجتماعي ببث الفيديو على المواقع الاجتماعية، إلا أن البعض اعتبر الأمر مجرد خدعة. نترككم الآن مع هذه اللقطات ولكم الحكم. طبعا حاول جاهدة ألا أضحك. على كل حال، في قطر